مرحبا بك سي عبد الجليل، زيارة سعيدة هذه وحنا سعداء بالزيارة ديالكم هنا. كيفاش جيتي من فرنسا؟ سيدي انا جيت من فرنسا في 30 جويلية 2007، كنت نزلت في ملاقا وخديت الباطو الحسيمة، ومن بعد مشيت للناظور لان كان واحد اللقاء مع الاخوان ديال هي في علمي ديال جمعية الضحايا من الجزائر، كانوا عرضونا في ايام تواصلية ودولية، بما اننا جمعية اخرى كانت تعمل في نفس الميدان ولكن في فرنسا في باريس. دونك كان لنا لقاء يعني جميل جدا مع الاخوة المطرودين بعد غياب دام 32 سنة. كان عندنا واحد تدخل وكان عندنا واحد البرنامج باش الفيلم ديالك يدوز في هذيك الأمسية، وانا معجب بزاف بهذا الفيلم ديال المأساة الأربعين اللي كيتكلم على المطرودين ديال 75 من الجزائر، وقلت في راسي مع الاخ محمد الهرواشي اللي هو رئيس جمعية الضحايا بالناظور باش يعطيني العنوان ديالك في اخر المطاف قبل ما نرجع لفرنسا باش ندوز عليك ونتكلم معك شوية على الفيلم، يعني على السيرة الذاتية للفيلم، كيف تكونت الفكرة الأولية على الفيلم، يعني بطريقة أخرى كيف جاتك الفكرة على الفيلم هذا؟ معنا شكرا على اهتمامك بنا، بارك الله فيك على هذا الالتفاتة. الفكرة هو أنني تعرفت على واحد عدد كبير ديال المطردين من الجزائر في الأيام الأولى ديال الطرد ديالهم اللي كانوا جاوا لهنا من طنجة، جاوا للمغرب عموما، ولكن الدولة وزعتهم على وخدت طنجة واحد النسبة كبيرة منهم بحكم اشتغالي في الأرشيف ديال العمالة في الأرشيف ديال الصحافة. تعرفت عليهم وكل واحد خد منه معلومة، مما جعل تكون عندي هذه الفكرة ديال هذه القصة تستحق التخليد، تستحق توثيق وتستحق المشاهدة، لأنها الحقيقة جريمة تاريخية، جريمة في حق الإنسانية. إلى غاية سنة 79 شبروا الرياضة ديال طنجة، بعثت لي بجوج ديال الشباب من وهرة من هاد المطرودين نفسهم كانوا كيهتموا بالسينما هناك. جاو لطنجة كيبحثوا على شي جهة فيها السينما. وبعثتهم لي شي بوجه هذا واحد الرساله تقول لي فيها باللي هاد الشباب من المطرود من الجزائر وهما كانوا كيهتموا بالسينما هناك، ناخذهم عندك يزيدوا يكملوا المشوار الفني ديالهم. هذوك جوج ديال الشباب اللي هو ابراهيم يخلف اللي دابا كاين في قصر الملكي خدم سائق، وعبد الرحمن اجلو اللي اخيرا مشى لبلجيكا، هما من وهران. مما جعل الفيلم يحكي القصة ديال وهران. وهران بالذات. فقط الأحداث ديال وهران. لأن هاد الناس من وهران. من وهران. وهما اللي زادوا حفزوني، لأن لقيت جوج ديال المراجع مصادر حية اللي كتحكي لي اللي حكت لي القصة. الواقعية. يعني طبعا بأمانة وثقة أنهم حكوا لي الأحداث كما جرت. فسهلوا عليا كتابة السيناريو طبقا للتاريخ. السيناريو انت هو اللي كتبته؟ انا اللي كتبته على لسان هاد الاخوان هادو، سو بازون سيغ لي سيتو بي ديال الناس هادو ديال الناس وبعض منهم اخرين. لكن المشكله هو ان ما يزيد نخدم هاد الفيلم ما حب حتى حد يساعدني. انا بغيت نطرح السؤال في القضيه هذه، يعني الفكره جاءتك عن طريق التقاء الضحايا ديال 75 ومن بعد كتبت السيناريو وقدمت على لسانهم وقدمت للدولة طلب المساعدة في هذا الميدان. واش كانت شي مساعدة؟ بالعكس بعد عطلوني واحد المدة غير باش تحصل على الرخصة، مطلوني بزاف باش ربما باش ما نعملش تماطل القضية ولكن ما شافوني ملح باش ناخذ الرخصة اللي هي من حقي. سلموني الرخصة. هذه من حقك؟ هذه من حقي. لا سلموني الرخصة. كذلك من حقي ناخذ الماتريال من مركز السينما المغربي. لكن عرقلوا لي الى درجة ان واحد الموظف تما مسؤول تقاعد هذه الايامات هو اللي خصوصا هو من التواريفي وما مشي مطرود وانما من المهندسي الدولة كان مسؤول تما، هو اللي مكنني من الحصول على الكاميرا. تعاطفا مع هاد الناس. تعاطفا مع هاد الناس ونزاهة، لان ما ولا ما يتعاطف هذاك حق من حقوقي. هذيك نزاهة هذيك واش خصو يعملوا واش. لكن هما حاولوا يعرقلوا وهو على مسؤوليته خذ الكاميرا. كاميرا فقط. خذوا واحد البروجيكتور عادي ما سيتو كل كاميرا. الماتريال كان في فاس. علاش كان في فاس؟ مؤتمر عربي كان تما والمالك كان تما
بما ان ديك الايام كان الفيديو مازال قليل جدا فانه كيعتمد على التصوير السينمائي للاخبار فالماتريال ديال المركز كان كله فاس هذا ما دعوا جبت الكاميرا وجيت واعتمدت على التلامذ ديالي التقنيين اللي علمت انا في طنجه لان يعني فتحت مدرسه في الشباب الرياضه تحت اسم واحد الجمعيه نادي الشمال للمسرح والسينما راه موجوده في جميع المطبوعات ديال الافلام ديالي هذا الاسم وما كانش في المستوى اللي كنا باغينه فيلم طلع ضعيف جدا رغم اعجاب الناس به اذا محتوى الفيلم يعني جميل جدا كيحكي على واحد التاريخ ديال الناس عاشوا الجزائر ولكن التقنيه ما كانتش في المستوى هذا اللي جعل الفيلم تقنيا ناقص هذا اللي جعل الفيلم انا ما نكونش راضي عليه تماما كامل الرضا لان الجانب مثلا الرساله واصله واضحه ولكن الى جينا نشوفوه بعين النقاد تقنيا غادي يبانوا فيه الهفوات ولكن كنعرفوا انا عارفه لان خدمه الجمعيه الجمعيه ديال بينيفولمون اللي قلت الميان دونك قلت الميان قلت الخبره قلت الجمعيه ديال الشباب هو السينما في طنجه من التلامذي اعتمدت عليهم في التصوير في الديكور في الاناره في كل حاجه ما خدمنا حتى شي محترف الا عبد العظيم الشناوي كممثل والمكي الوزاني كممثل والباقي وهذوك المتطوعين والباقي كلهم هو ولكن السي احمد كي درت عملت في القضيه ديال مثلا الحدود لاطوني ديال العسكر ديال البوليس وكاع هذه هي المشكله هي تكمن في هذه القضيه كيفاش عملت باش الحكومه رفضت باش تساعدني ادنى شيء كما لابس الشرطة وما لابس رجال الجمارك رفضوا نهائيا تسنيت أكثر من شهر الرد ديالهم فجا الرد ما تعطيوه حتى حاجة ما تساعدوه حتى حاجة وكان شي مبرر ولا المبرر أنا اللي كنشوفه المبرر اللي فهمت أنا هما ما وضحوش المبرر ولكن اللي هو واضح الخوف ما عرفتش من خايفين اللي ساعدني هي الوقاية المدنية الوقاية المدنية والهلال الأحمر ساعدوني بالامكان لا بالامكانات ديالهم بالسيارات الاسعاف حتى المستشفى ديال الدوله وزاره الصحه عطاتني المستشفى المركزي ديال طنجه عطاتني استعملته كمستشفى فوق راه اللي خرجوا منه المرضى اما من المفروض على الدوله كانت تساعد بكل حاجه باش يكون لنا قضيه وطنيه فهم رفضوا رفضوا تكلم معايا تملصوا من هذا الفيلم هذا ما تكونش فيه البصمه ديال الدوله نهائيا سي احمد واخا الدوله ما ساعدتكش ولكن الفيلم خدا واحد الشهره كبيره في العرض ديالو في قاعه السينما في المغرب نعم هذا الفيلم هذا هو بالنسبه للجمهور اشهر فيلم في المغرب والفيلم الوحيد اللي جاب المغرب من الصحراء الوجدة لطنجة جميع القاعة ديال السينما وكل قاعة كانت عامرة بالناس في كل بلد حتى في المدن الصغيرة لماذا؟ لأن المغاربة متعطشين شي حاجة ديالهم شي حاجة معقولة واقعية شي حاجة واقعية شي حاجة جدية هذا ماشي لتقنيته بل لموضوعه الحساس الخطير كان في تعاطف كانوا المغاربه في القاعات كيسبوا ويلعنوا اللي كيشوفوا ديك المواقف البشعه وهذيك الحقيقه التصرف مع الاطفال ومع الامهات ومع كان الجمهور كيغضب ماشي كيغضبوا كان كيبكيو رغم انهم مش جزائريين مش مطلوبين من الجزائر انا شفت مرت خويا كتبكي حضرت معنا التمثيل وساهمت معنا وفي العرض وصلت مواقف شفتها كتبكي القاعه يعني لحظات مؤثره فما بالك بحد اخر اللي ما شافش التمثيل يعني فعلا هذا الفيلم هذا كان فيلم ديال الجماهير بهذه الاسباب هذه من ناحيه الموضوع ديالو يعني ماشي لجمال التقنيه وانا الاسباب الموضوع هو اللي سيطر على الناس وخد جائزه الجمهور في المهرجان الوطني الاول في الرباط خد جائزه الجمهور سي احمد رغم ان الفيلم يتكلم عن الذاكره الجماعيه للمغاربه بالجزائر وهو موضوع وطني لماذا الدوله ما كتحمس القضيه هذه انا قلت لك تفسيرك انا قلت لك سابقا التفسير عندي واحد هو في حقيقه تفاسير كثيره لكن هو
الرئيسي هو الناس خافوا ما عرفوش واش يمكن هاد العائله ساعدوني شنو غتكون رد الفعل شنو غتكون العلاقه الجزائريه المغربيه وكذا. طبعا هذه هي الرئيسيه. علاش الوقت اللي عطاوه لي بعد عامين بعد 4 شهور ديال المنع راه منعوني ما عطوه ليش في الاول بعد وجود الفيلم منعوني 4 شهور. ايوه ثم كتضغط عليهم وخذته عملتو يتعرض جو البوليس وقفوه لي في 10 الليل وقفوه من السينما هنا في مبروك في طنجة 10 الليل البوليس وقف الفيلم بعد كنت كنتحرى لقيت الامر ديال العامل بحجتي ماذا؟ سيدنا مشى للحدود العام شاد لي بن جديد وسيدنا كيعمل على تنقيه الجو وهذا الفيلم يمكن يعكر الجو خايفين مازال. من بعد الحكومه ديال الرباط سقط الخبر باللي العامل وقف الفيلم منعوني من عرضه 2 هذا من السلطه الاداريه الرئيسيه المركزيه في الرباط 2 منع هي 2 و4 شهور. ايوه من بعد سلموا لي وديك الناس ما سلموا لي عاد عمل ديك الدوره في المغرب باش شفتوا الجماهير وخذ ديك الشهره. اذا هنا وكاين عاود عندي تفسير اخر المسؤولين ديالنا ما يبغوش شي حاجه مزيانه لبلادهم. انا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا الكلام. حاجه مزيانه لبلادنا ما كيبغيوهاش كافراد في الدوله يمكنش كافراد في الحكومه ما كيبغيوش الخير للشعب المغربي. نعم ما هذه كنت كنكذب فيها ولكن المسها لان القضيه هذه كتخدم الشعب المغربي وعلى هذاك الشيء وما خصو شي حاجه تخدم الشعب المغربي. هذا هو المشكل اللي كنعيشوه في المغرب في بلادنا هنايا في المغرب كنعيشوه هو ان كل واحد بغى يعمل شي حاجه تنفع البلاد يعرقلوا له واللي يعمل حاجه مش مزيانه ايها مرحبا به ويتواطأ معاهم ويتواطأ معاهم مرحبا به. حق الانسان نزيه شريف بغى يخدم بلاده ما يقدرش لا علاش غيفضحهم غيخدم بلاده يظهر هما ما خدموش. هذا ممكن هذه الحقيقه هذه هي الحقيقه مش كيف الموضوع هذا يعني العمل ديالك العمل ديالي كان غادي يقولوا جا واحد الولد من طنجه عمل واحد العمل كيستحق التنويه ومن المفروض كانوا ينتبهوا له قبل مني قبل ويعملوه ومن المفروض كانت تساهم فيه الدوله بقوه فاذا عملوا العكس لماذا عملوا العكس؟ لانه ما خصهمش الخير. شنو التفسير اخر كاين؟ ما كاينش تفسير اخر لان واحد الانسان واحد المصلحه للبلاد للامه تقول اما تمنعوا اما تعرقلوا واخيرا تعرقلوا ما يتحداك ويعمل داك الشيء تمنعوا له ايش كتقصد؟ ما باغيش الخير لهاد البلاد. اذا هذا الوقت اللي قلت للعامل يا سيدي البوليساريو كيعملوا افلام مكذوبه على المغرب وعلى الواقع ديال المغرب وهم كيروجوها في اوروبا ضدنا كيشوهوا لنا سمعتنا. قال لي انت دير فيلم ديالك اوروبا هكذا هذا الرد ديالو ما فهم والو شنو قلت له انت داك الشيء اللي قلت له ما فهموش العامي مصيبه الناس العامي اللي كيحكم يخدموا ما فهم والو ما فهم والو في, 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 في سياسه بلاده ما فهم والو في في, في 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 مصلحه بلاده. انا قلت له دي هذا ندا بين انتم كتعملوا افلام مكذوبه على المغرب المعامله بالمثل احنا نعم انا ما نكذبش نقول الحقيقه واقعي ولكن نقاومك. لا قال لي وانت ديال اوروبا ما فهمنيش شنو قلت. هذا العامل اذا كانوا النخبه الحكام النخبه ما فهماش اش كدير وما بالك بالشعب وما بالك بالانسان العادي. هذه مشاكلنا وهذه المشاكل هذه قصها على جميع القطاعات وهذا السؤال اللي حنا مقهقرين. السينما ديالنا ما وصلت حتى شي القضيه هذه قضايا كثيرة فساد كثير في المغرب في السينما فساد وهذه منهم من جملته. مؤخرا توصلت نسخة من الفيلم ضحايا 75 عن طريق الجمعية المحلية اللي في الناظور ودرت لو بوسيبل ديالي وعملته في الانترنت وشفت الفيلم حتى في اوروبا يعني عدد القراء ولا اللي شافوا الفيلم يعني عدد كبير جدا يفوق 3000 وعدد لي كومونتير يعني كل نهار كاين كومونتير يعني سا بروف كو لو فيلم إلى ديفون اون بون كوز سي ان فيلم ريال. حتى ناس نصارى شافوا الفيلم هذا وتاثروا به. وعلاش المغاربه كدوله ما تقدرش تعاون هاد الناس باش يدوا نظره على المعاناة ديالهم والحق اللي تلقاوه؟ انا ما فهمتش القضيه هذه جاري با كومبرون باسكو لو فيلم
il est là pour prouver que ces gens-là, ils ont été maltraités et déportés. يعني ورقة رابحة في الدولة المغربية لحد الآن ما عرفش علاش يعني هذا أمر سياسي ممكن أن هاد الناس ولا الفيلم يفتح خبايا أخرى ممكن هو هي التفسير عنده عدة أوجه تفسير هذه القضية عنده عدة أوجه أنت إذا سألتك أنا شحال من فيلم مغربي شفته مصري كيخدم القضية الوطنية التاريخية والتاريخ القريب والبعيد هتقول لي أفلام كثيرة أيوه. مصرية سورية أيوه. جزائرية كتخدم تاريخ ديال البلاد وكتأرخ وتلقى الأحداث والوقائع هتقول لي هتقول لي شتي بزاف هنقول لك شحال من فيلم شتي مغربي هتقول لي حتى واحد لماذا؟ وشحال من أفلام مميعة لا معنى لها ولا قيمة لها موجودة موجودة ما راضيش عليها الجمهور نهائيا موجوده بالمعرمه بالاطران حتى كيعملوا مهرجانات بعد سنتين كل سنتين كيعملوا مهرجان وطني وكتعرض فيه 30 40 فيلم مطوله ايوا وحتى ما عندها اي علاقه مع ما عندها علاقه ولا ما عندها علاقه حتى مع السينما حتى كسينما ماشي سينما فاحرى يكون عندها علاقه بالتاريخ والامجاد الوطنيه والاحداث التاريخيه يعني كتخلد او كتوثق شي حاجه ما كاينش نهائيا إذا المانع هو أن الدولة يعني الحكام في المغرب ما باغيين شي ما كيسهلوش ما كيساعدوش شحال من واحد بغى يعمل واحد المخرج مغربي في إيطاليا على مستوى عالي عالمي مخرج على مستوى عالمي جا عمل فيلم في المغرب على فلسطين عطاه الحسن الثاني الفانتوم أنا عندي هنا قطعة من ذاك الفيلم نقدر نوريها لك عطاه الفانتوم الطائرة عطاه الدبابة عطاه كل شيء ومين كمل الفيلم التصوير قالوا جاء امر من وكيل الدولة تسلم لنا النيجاتيف ولا تسلم لنا راسك هكذا لماذا هو موجود لانه راه يخدم الوطن يخدم الوطن العربي عربي يعمل فيلم ممتاز يعني على واحد انا عندي بروف نعطيها لك مستوى راقي على مستوى راقي جدا جابوا الممثلين من العالم من المصريين من السوريين من الامريكان من الطليان من الفرنسيس من اليهود نفسهم وفي اخر مره عمل فيلم يكمل التصوير كمل التصوير قالوا بوبينه ديال 120 متر قالوا له جاء امر بيسحبوا له الجواز سحبوا له الجواز ومنعوه من الخروج وقالوا له يا الفيلم يا عمرك مصيبه هذه مصيبه وهرب من المغرب هرب من المغرب هرب عن طريق الليليه إذن المناخ المغربي يعني الانتاج الوطني هذا لا والو هذا اللي عطل الله وهرب مين هرب؟ عطاو القضية للانتربول لأنه شي مجرم كبير جات إيطاليا شكلت حكومة محكمة والمحكمة قضت بعدم قانونية عدم قانونية القضية الانتربولية عدم قانونيتها إذن الانتربول خرج من القضية عاد المغرب استدعاه عن طريق السفارة قال له عفا الله عما سلام يمكن ندخل بلادك وهذا الشخص موجود يمكن تعرفوا عليه أستاذ جامعي في جامعة روما يعني كيشرف المغرب عاد عنده الجانب ديال السينما هذا وقم إلى هذه الدرجة فضيحة وجا وأنا تفكر دابا وجا يعمل فيلم على المقاومة وروغه المقاومة المغربية المغرب وروغه هذا أعداء الخير أنا سميتهم شحال هذه أعداء الخير اللي هي بلادنا الله هو هذا وهذا الكلام انا مسؤول عليه ما كنقولوش لانني انا هذه بلادي وكنحبها ولا شي قال وانت عارف باللي انا من حقي نكون اوروبي عارف عارف من حقي نكون اوروبي ولكن ما راضيش نكون اوروبي وهنا غادي نموت وهنا غادي نموت ولهذا ما كنقولش هذا الكلام كنقوله من قلبي غيرة على هذا الوطن وما قلت للملك بارك الله فيك وقلت للمسؤولين الكبار قلت للسي احمد مسعود الله يشافيه الله يسهل عليه الموت ديالو مسكين هو مريض قلت له فلوس المكتب ديالو قلت له اللي كيجبد المشاكل لهاد الدوله هما الموظفين واللي مدمرها ومأخرها هما الموظفين ديال الدوله الدوله هي اللي ضد نفسها هذه بلادنا ولهذا هذا لا يعني انني انا نطلب منك تبقى مغربي واخا انت في فرنسا ومفرنس تبقى مغربي وتبقى لك الغيره على بلادك
لا علاش؟ لان بلدنا ما عملت لنا والو، بلدنا حبيبه. ولكن شي عناصر احنا نقاوموهم، عناصر في المخزن، في المخزن احنا نقاوموهم. انا حكيت معك على القضيه ديال الباسبور، قلت لك عندي دو باسبور، جو بريفيري عندي باسبور ماروكاني وفرونسي، جو بريفيري اونتري افيك باسبور ماروكان للمغرب. المغرب كتقول انا مغرب. اي اكزاكتو. وانا رفضت الجواز البريطاني، عرض علي عام 73 71 رفضته. رفضته باش ما يقولوش هذا الانسان هذا كيجري باش يوصل للجنسيه، انا الجنسيه نوصل عن طريق ولادي. اكزاكتو. انا ولادي بريطانيين خالقين بالجنسيه البريطانيه. رفضته تقديرا واحتراما للوطن. الوطن ماشي يعني الناس اللي للوطن، للوطن الناس اللي يحترموا الوطن ويضحوا على الوطن يعني يهمشوهم. اييه. وإلا كنت مسلقاط وانت يعني الغالوات يعني انسان باندي كما يقولوا باندي بالدارجه. انت بها توصل اللي حبيت تحقق لي بغيت في هذه البلاد. هذا هو المغرب صافي. إلا كنت منحرف هذا تحقق لي بغيت الحق. إلا كنت مستقيم تخلص الضريبة على استقامتك. وي. تخلص الضريبة على نزاهتك. وانا عاملينها انا كنتكلم ضريبه 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 بصح ضريبه ضريبه ديال الدوله. هنايا عاملين لي ضريبه في هذا المحل على نزاهتي. علاش ما كنعطيش شي رشوه؟ ما كنحول شي، ما كنحرش شي. عاملوا لي ضريبه كانني عندي هنا كاب كينيدي. عندك هنا ينادي سري. ما نعرفش ما عندي هنا. علاش؟ لان ما كنمشي نمشي بالخط ديالو. سي احمد انا ماشي لفرنسا وباغي نوصل واحد الرساله للجماعه هذو صحاب اللي كنا معاه في الجمعيه. واش تقول لهم انت؟ كاين لو ميساج بالنسبه لهذه القضيه ديالنا؟ الرسالة اللي يمكن نحملك الأخ عبد الجليل توصلها لإخواننا جميعا سواء كانوا الضحايا أو غير ضحايا، لأن احنا كلنا ضحايا بهذه الصفة أو بأخرى. لكن مهما كنا ضحايا إيماننا بالسلام سيبقى قوي. أنا أدعو إلى السلام مع جميع الناس، ما كيهمش يكونوا مسلمين، ما كيهمش يكونوا يهود، ما كيهمش يكونوا نصارى ولا بوذيين ولا الانسان اخو الانسان. ادعو الى السلام، فحمل رسالتي الى الاخوان، قل لهم كل حلول المشاكل الدنيا لا تاتي الا عن طريق السلام. فلهذا السلام مبداؤنا، لان احنا المسلمين كنقولوا السلام عليكم. كيجي الجواب عليكم السلام. اذا تحيتنا احنا سلام، إذا كان تحيتنا احنا سلام، فحياتنا مع الغير سلام. فسلم على إخواننا وقل لهم أنتم دعاة السلام، والمغرب أرضكم، كنتمنى تكونوا سفراء السلام، رغم أن هذه ما هي شيء زعما قائمة جدا، ولكن احنا نقوم نضلوا من أجلها حتى نحققوها. السلام عليكم.